حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. من العقد النفسية الكثيرة الانتشار بين الناس الادعاء بما ليس في الإنسان. مثلا يدعي الإنسان العلم والمعرفة وهو جاهل، أو يدعي التقوى الورع وهو غارق لشوشته في قلة الخير، أو يدعي الكرم والجود وهو الماء ما يتسللش من بين إصبعه، أو يدعي الأصل والمفصل هو الله أعلم به. يقول المولى تبارك وتعالى في سورة آل عمران في أصحاب الادعاء بما ليس فيهم، يقول: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: الادعاء انحطاط خلقي لا يرافق سوى ذوي الرقاعة وأصحاب النفوس الصغيرة. ذوي الرقاعة يعني قلة الحياة، يعني صحة البهت. ياسر ناس يظنوا أنهم قادرين باش يغطيوا على ماضيهم المشين، يغطيوا عليه بحركات مفتعلة، بمسرحيات مصطنعة، في حين أنه مش ممكن للإنسان باش يتفصى ويتخلص من ماضيه. غاية ما يمكن للإنسان أن يقوم به ما ينبش في الماضي. أما اللي يحب يلمع صورة ماضيه المشين، المجتمع ما يسكتلوش ويوقف له سد منيع، ويكون وقتها هو الجاني على روحه في تحييره للمواجع. يقول أحمد ملاك الله يرحمه، يقول في أليف الأدب: أشلزك يا الإنسان على شيء لطيقة، باب الأدب ليه كهان يحبوه أهل الحقيقة، واللي حواليه كتان باطل يطب الحريقة. يقول المثل العالمي: من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالطوب، خاطر يرجع عليه. ما هم يحكيوا على ولد قعد ديما يلح على ابوه باش يوليوا شرفة، والشرفة هما في الواقع اللي يتنسبوا لآل البيت من ذرية سيدنا علي والسيدة فاطمة من الرسول عليه الصلاة والسلام. والشرفة كانوا يلبسوا القشطة الخضراء، ما هو قبل كان من لون القشطة تعرف شنية مرتبته الاجتماعية، كانت الخضراء للشرفة، كانت البيضة لأهل العلم، كانت الحمراء لأصحاب القوافل الحمارة والجمالة وبعد خذوها الكرارطية، كانت التبني للمركنتية يعني متاع ظلة، وهكذا. والشرفة كان عندهم امتيازات في المجتمع، من هالامتيازات مثلا ما يدفعوش المجبة، ما يخدموش العسكر. عاد الطفل القاها كعائلتهم ولت عندها المال وعندها مكانة اجتماعية، حب يولي شريف من الشرفة. جلبوه وقال له: يا بويا أين ولي الشرفة؟ قلق الراس الشيب، قال له: وليدي حتى يموت كبار الحومة. عود جيه مرة ثانية: يا بويا أين ولي الشرفة؟ يعني ندعي والشرف وناخذ الامتيازات اللي يتمتعوا بها الشرفة. قال له: وليدي حتى تموت كبار الحومة. وقعد ديما يكرر على أبوه الطلب، وأبوه ديما يقول له: حتى يموت كبار الحومة. وقت كثر عليه وما حبش يفك، قال له: ليدي تحب نولي وشرفة؟ قال: وش خص يا أبويا؟ قال له: قبل ما نولي وشرفة نحبك تمشي تجيب لي شوية زيت قديم من عند سيدك فلان في سوق الزيت. قال له: حاضر يا أبويا، هذه صعبة. وقام خويرة في يده ومشى لسوق الزيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له: يا عمي فلان الوالد يسلم عليك وقال لك أعطيني شوية زيت قديم. قال له: حاضر يا ولدي، بوك حبيبي ياسر. وتخلى المقصورة وعباله خويرة الزيت ومشاهك الطفل بوه وعطاه الزيت اللي طلبه. سيبوه عمل روحه هكا شمه وقال له: برا رجع له وقل له قال لك بويا أعطيني ما أقدم منه.
رجع الولد البايع الزيت قال له قلك بويا أعطيني ما أقدم منه. قال له نعطي الولدي، وتخلى المقصورة وجاب له زيت ما أقدم. خذاه الولد وديه البوه، خذاه من عنده وعمل روحه كيف العادة شمه، قال له برا رجع له وقل له بدلي ما أقدم منه. رجع الولد البايع الزيت ثالث مرة، وقعد ما تقول ستة ولا سبع مرات وهو ماشي جاي بين بوه وبايع الزيت، وكل مرة يجيب البوه الزيت القديم يقول له برا أعطيني ما أقدم منه. المرة ما تقول السابعة ولا الثامنة، دخل بايع الزيت لقى الحانوت وعباله خويرة الزيت وقال له سلم على بوك وقل له هالزيت هذا ما تلقاش ما أقدم منه، هذا زيت قديم من اللي كان جدك كذا وكذا. ما حبيش نقول هالكلمة، يعني حير له على صفة ما تشرفوش وما تشرفش بوه. وقتها عاد فهم الطفل علاش بوه كان كيف يقول له يا بويا أين ولي وشرفه، يقول له حتى يموت كبار الحومة. وعلى أمل أن نلتقي بكم مجددا أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.